ماشي. احنا نقول احنا جماعه الحكومه البرلمان الدوله ما دايره بالها على المواطن نهائيا. الشغله اللي تخص البرلمان او تخصهم خلال ليلة ويوم تلقاها صدرت مشت. اما للمواطن الفقير يظل يدك. هسه احنا قالوا شوف، قالوا زياده للرعايه الاجتماعيه صار لها سنتين كل شيء ماكو. قالوا نزلوا الدولار لانه مصلحه الشعب تخفيض سعر الدولار، ما حد قاعد يسعى به. فلو شغله لهم لا لها شغله خلال ساعات او اذا مو يوم ساعات هي تمشي الشغله عليها. انا شغله هنا أنا مرات اطلع عامل يعني هاي عامل على العمال العمال شو عندهم؟ نفس الحاله. هذا احنا مصيرنا. هالثلاث ايام انا ثلاث ايام نايم عند اهلي، جسمي خدر. يوم الرابع طلعوني يا دوب يشيلوني من فراشي. قوة اقوم كفيلك محمد. ايه قوة اقوم اطلع لي شغل، تعال اجي هنا انا اغفوي. اجي هنا انا اشبع ضيم اشبع قهر فوقها روح. ها شايل بنادول من ورا من ورا الضغط. كفيلك العباس هذا الضغط هاي البارحة اشتريته هسه هل خلص. مو على سعره اقول لك خلص ما عدي له هاي، بس من ورا الضغط الحالة النفسية تعبت. حالة النفسية شنو شاب ما بجيبه؟ شنو شاب ما بجيبه؟ وليش ينحرف؟ من الماكو؟ ترى من ينحرف من الماكو.